بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم باش نوريكم اختبار جديد عن هذه 407 موتور اتش دي 1.6، فيها كاتاليزير كي تخدم مسكر. هو مش نوريكم كيفاش ننظفوه، نحوه وكيفاش ننظفوه، وتشاهدوا معانا العملية كيفاش. هنا نبدو اول حاجه، نبدو بالديكات نتاع التربو في التشغيل هنا، اللي هو اللي نتاع التربو والديكات. نبدو بالديكات الاول، بعد فما الديكات الثاني. عندنا الجيت الثالث وهذا، عندنا زوز فوق وزوز لوطا، زوز يمشي للموتور وزوز يمشي للريداتير. وعندنا زوز بلونات بعشرة، اضم الديليتات تاع التربو، زوز يمشي للريداتير، اضم يمشي للموتور، وهضم يمشي للريداتير. شوف هضم زوز، بعد عنا الديليت هذايا نحور هذا بعشرة، ونتحل التربو ديريكت. وعلى زوز كليات هنا نحلهم، تشاهدوا فيه على حلوه زاده
شوية. بعد عمر بلاك هيري من يوم حوالي 7 بلونات، 3 من فوق و4 بلونات، خلوهم ب10. زوز على اليمين وزوز على اليسار. طبعا السيبور هذا شنحوه خرجوه من بلاستو. كاش هذا هو الميو هذا اللي غطى عليه الكوتاليزير، خرجوه هاكا. فيه 3 بلونات من فوق و4 بلونات، زوز على اليمين وزوز على اليسار. توا عن هذه المرميطة شفتها، هذه المرميطة هاو مش نحاولها. عنا بروم 16، مفتاح 16، مش نحلوه. البروم هذا مفتاح 16. هو في حلال و يعني زيد شوية في حلال و يزيد كرب عليك و يتوسع بيته في حلال بتاعو. Thank you.
ساعات يتعوج فلتوك فيش تعوج نجيبو زوز الفسيخ ونقصو على الكولي باش نخرجوه من المكان تحب تقص تعاوجوها بشوية تقص عنا زوز بولونيز تاع السيفور يشد المرميطة هذيك اللي هو كتلقاه مفتاح 13 اللي هو مفتاح 3 هما متركنين شوية منجموش نوروهملكم خاطر جايين في دخلة منجموش تشوفوهم بعد ما رهم كيفاش يركبوا كيفاش تنحوا كيفاش يشدوا توا عنا المرميط باش نخرجوه من الماكينة باش تشيل باش تخرج الحلوارة نخرجوها نكسرها حطوها لوطا هذا ما تخرج كان لوطا ما نجموش الفوق ما تخرجش حطوها خرجوها تحت الكرهة تحت السيارة هذا المرميط هذا اسمه كاتاليزيت فيه جعب ثلاث جعب تاع هواء اللي هما باش يخرجوا الهواء ويعطوا بريسيون لله هذا السيفون اللي كان شيء تو باش نحلوه من مكان اللي هو البولون هذا اللي دو البولون هذا على السبته هذا اسمها كولي هي تشد المرميط في بعضها فيه قطعتين وفيه قطعة لداخل اسمها كاتاليزير فيه كشهدة باش نحلو احنا البولون هذا هاو نحلوه بالكريز مفتاح 13 نقمروه قبل كل شيء في الاتجاه نتاعو وين متلفت نرسموه بالتريف دوها نقول بأي حاجة نرسموه باش كي ترجع ترجع كيف كيف يعني مقابلين بعض عندنا أول حاجة قبل كل شيء من الحلو نفتح البقاشة هذوك الغلوق اللي هي المنو هذا هي كعبة البوجي بالضبط عبارة كعبة بوجي نحوه باش ما يتكسرش قبل كل شيء Thank you.
هذه عباره كاع البوجي. كولي حلينا جيب المطرقة وبراء نضرب عليه بشوية باش يخرج بالمطير. هذه المرميد فيها كعبة كلية للداخل. تقسم على زوج، هذا الكاتاليزير الشاهدة هذيك.